شيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. مستشفى الجهوي بيتا توين يا بابا. تفضل يا بابا. تفضل. زين عبدين مختار عمر العمر 33 سنة من وقتاش أصل الإعاقة هكا من الولادة المتساكنة درميسة معناتها من وقتاش دخلت الخدمة 2010 كيفاش جاتك الفكرة ولا كيفاش معناتها من هي الوضعية للأسف هشة باش نكونوا واضحين ما نقلقوش على ربي وضعية هشة هو للأسف هذا هو الموجود آليات مانيش ريكريتي لا رغم كل المصاعب وكل شيء وهاني نتبع في خدمتي ورغم انها جتني فرصه قالوا لي اول في قرمسه وما تخدمش معناتها نقول عباره اول في مركب وهاك في قرمسه قلت لهم لا انا محصل على الدبلوم نتاعي في الستاندار هذيك هي خدمتي ورغم اني تعب شيء كبير برشا تصور قرمسه تبع 30 كيلومتر ترونسبور ما فماش الاداره نتاعك تفرض عليك انك باش تخدم العشيه تخدم العشية ما تقاش باش تروح مثل احنا قرمسة معدومة نقلها فهمتني كيفاش تعمل؟ ستوب تعب مش ستوبات ساعات ستوب تعب برشا تعب الحمد لله هذاك يعلمك ربي سبحانه والشكوى كان لله معناتها وقتاش كمل العشية؟ وقت العشية تكمل السبعة نتاع الليل سبعة نتاع الليل يعني تعمل ستوب سبعة نتاع الليل سبعة نتاع الليل تصور واحد ما يشوفش ساعات يبقى يحوم معناتها كان أكثرين الحق نخدم الصباح أنا أكثرية الأحوال إني نخدم الصباح نخدم ساعات ناخذ مثال في الليل ولا حاجة نوصل نخرج من الدار ميدي ثلاثة غير ربع ولا غير أربعة باش نوصل خدمتي بكري أهلا بك صباح النور لاباس؟ عندي لي هذا الكبير على البورطال أهلا سلام تفضل أهلا بلا سمارة ذاكي ما ما شاء الله شفناك معناتها حفظتهم الأرقام كل هذيك خدمتي مش مهمتي إني باش نشوف التليفون ولا شنو هو الكلافي اللي فيه ولا خاطر صوابعك يمشوا وحدهم من ممارستك للخدمة وخبرتك عليها وحالة العيون النظر اللي تخليك ماكش أنت باش تعتمد شنو تشوف بالعكس شنو تحس صوابعك يولي وحدهم انا يعني يقلقنيش عادي معناتها يدي في شيره ونظري ولا راسي ولا وجهي شنو هي يدي وين يدي هاي لهنا مخي شنو فيه مخي شنو فيه ديريكت فما رياكسيون وحده تصير زين عبدين مختار وكذلك مروه عبد الواحد هما زوز انا شفت واحده عندها نقص زين عنده شويه نقص حاد في النظر ومروه كفيفه زوز وليدات ما شاء الله عليهم صراحه زوز ولاد بنيه وليد بنيه ما شاء الله عليهم فهمتني يخدموا متاقلمين مع عمل داخل المستشفى قاعدين يعملوا في ايفور ما شاء الله عليهم في المستشفى واحنا بحاجه ليهم وهم ما بصراحه ما يستغناش عليهم الواحد لانهم في دو بوان دي في معناها خدمه ورنتابيليتي صراحه ربي يعطيهم الصحه وربي يقويهم وان شاء الله ربي يعاوننا باش نعاونوهم اكثر ونعطوهم اكثر ان شاء الله.